تزامنا مع الجهود والمساعي الدبلوماسية المصرية لإعادة أعمار قطاع غزة، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصدر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره بإعداد وتجهيز 20,000 عبوة من المواد الغذائية والتموينية تقدر حمولتها بحوالي 200 طن ونقلها عن طريق الشاحنات إلى المعبر المخصص لدخول مواد الإغاثة إلى الجانب الفلسطيني. قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في بيان رسمي اليوم إن اعتراف القرضاوي بأن المدعو أبا بكر البغدادي المعروف بزعيم داعش كان إخوانياً يؤكد ما ذكرناه مراراً من أن جماعة الإخوان هي الأب الروحي لكل تلك الجماعات المتطرفة والمصدر الرئيسي الذي انبثقت منه تلك الجماعات الإرهابية. أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم الانتهاء من الدراسات الفنية لمشروع تحويل زيت الطعام المستخدم إلى سولار، والذي سوف يؤدي إلى زيادة في دعم الأسرة وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب. وأضاف أن هذا المشروع يتضمن أن كل لتر زيت مستخدم يقوم المواطن بتسليمه للبقالة التموينية، يضاف له عائد مادي على البطاقة التموينية، يحصل مقابله على سلع غذائية مجانية، مما يتيح له زيادة في قيمة الدعم. قرر النائب العام المستشار هشام بركات إحالة رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان الرئاسة في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي للمحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة استغلال منصبه بتعيين الرفاعي السيد الرفاعي محامي وأحد العناصر الإرهابية الصادر ضده أحكام بالسجن المؤبد في منصب خبير وطني بالإدارة المركزية بالعلاقات العامة برئاسة الجمهورية. إيمان عبد الشافي، آخر النهار.